تختلف الأماكن فقط، لكن الإرهاب هو ذاته، يجمع بين ميليشيا أسد ونظام الملالي في طهران. منذ أيلول الماضي والاحتجاجات مستمرة في إيران، احتجاجات فجرها موت الشابة مهسا أميني على يد الأمن بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، والحجة عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي. مظاهرات واحتجاجات عمت البلاد رغم آلة القمع، واشتياق واضح في صفوف المتظاهرين للحرية المحرومين منها منذ عقود. المظاهرات تحولت لمطالبات بإضراب المحال التجارية التي نفذت تزامنا مع انتشار مكثف لشرطة الشغب في الشوارع. أما رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسن إيجائي فقد أمر باعتقال أي شخص يشجع أصحاب المتاجر على إغلاق محلاتهم. تحافظ ميليشيا الحرس الثوري على نهجها في القمع والترهيب، حيث أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص بزعم أنهم يعملون لصالح إسرائيل، رواية شككت فيها معظم وسائل الإعلام. نظام الملال استمر في إصدارات القتل، وجديده حكم صادر بإعدام 5 أشخاص على صلة بالاحتجاجات. لم يكن ما تفعله إيران بعيداً عن إحصائيات المنظمات الإنسانية والأممية، حيث وثقت هيومن رايتس واتش إعدام أكثر من 500 شخص في إيران منذ مطلع العام الحالي، رقم ربما أرعب تلك المنظمات لكنه لم يرهب المحتجين. على أي حال، يبدو أن طهران تعلمت من السيناريو الذي نفذته إلى جانب ميليشيا أسد في سوريا، ولم يبقى لها الكثير لتعلن عن مؤامرة كونية ضدها وتلاحق أوكار المسلحين في كل أنحاء البلاد.